من جديد لحضراتكم التحية مشاهدينا الكرام، وهذه جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم من عناوين ومقالات. البداية بالصحف المحلية التي أولت اهتماما خاصا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا، ونقرأ منها المصري اليوم: السيسي لإثيوبيا، لكم التنمية ولنا الحياة، أدعوكم لنبدأ صفحة جديدة ولن نسمح بأي خلافات بين الشعبين. ونطالع أيضا محلب يقول: نسعى للتوافق حول تقسيم الدوائر وملاحظات الأحزاب ستؤخذ في الاعتبار. ومن جريدة اليوم السابع نطالع: اليمن في قبضة الحوثيين والسعودية تحرك قواتها، الغموض يحيط بمكان هادي منصور، ومصر تجلي رعاياها، والقضية اليمنية تقلب جدول أعمال القمة العربية، استعدادات دولية لتأمين سواحل البحر الأحمر قرب الحدود اليمنية. مصادر: نتابع الموقف بشكل دائم وسنتعامل بقوة مع أي مخاطر محتملة. إلى جريدة الجمهورية ونقرأ منها: السيسي أول رئيس يتحدث لإذاعة القرآن الكريم، كلمة الإسلام لا تعلو بسفك الدماء وإزهاق الأرواح، جدول أعمال تاريخي للزعماء في شرم الشيخ، قمة العرب، حلم الوحدة والتضامن، تعديل ميثاق الجامعة العربية وتشكيل القوة المشتركة، حظر الجماعات التكفيرية ومنع تمويلها، وتأمين الحدود واحترام السيادة. ونتحول إلى بعض ما جاء في الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: انطلاق عملية عاصفة الحزم الخليجية ضد الحوثيين لإنقاذ اليمن، القوات السعودية تسيطر على الأجواء، وخادم الحرمين الشريفين وجه تعليماته ببدء العمليات فجر اليوم، واشنطن تؤكد دعمها للرياض في العملية العسكرية، وعشر دول تشارك في التحالف. مستشار الرئيس اليمني يؤكد هادي ما زال مقيما في عدن. نتابع من صحيفة الحياة اللندنية: وزير الدفاع السعودي يصل إلى مركز عمليات القوات الجوية في اليمن لقيادة عملية عاصفة الحزم، ومصر تؤكد دعمها عسكريا وسياسيا للتحالف الداعم للحكومة الشرعية في اليمن. المعارضة السورية تسيطر على بصرى الشام، وقوات النظام تنسحب باتجاه السويداء. ونتحول إلى مقالات الرأي والتي رصدت الأزمة اليمنية المتصاعدة، وذكرت صحيفة الوطن السعودية أن الحوثيين أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى الحوار، ولم يبقى سوى خيار إنقاذ اليمن بالقوة لحماية الشعب اليمني وإعادة الأمن له، وخاصة عقب مطالبة الرئيس اليمني بالتدخل العسكري والعربي. وكتبت مقالا بعنوان: اليمن مسؤولية عربية ودولية، وقالت: لا شك أن وقت الحوار قد انتهى بعدما رفض الحوثيون كل الحلول المقترحة لإنقاذ اليمن وعطلوا المبادرة الخليجية. وجامعة الدول العربية أمام مسؤولية كبيرة، فالسيناريو السوري لا يجب أن يتكرر في اليمن. وإن كانت الجامعة عجزت عن فعل شيء لإنقاذ الشعب السوري، فلابد أن تتفادى العثرات التي أدت إلى ذلك، وتضغط بكل قوتها للحفاظ على اليمن قبل وقوع كارثة إقليمية جديدة. إلى الصحف العالمية وأبرز عناوين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: الولايات المتحدة توجه ضربات جوية في تكريت وتحول دفة دورها في العراق، بعد 3 أسابيع واشنطن تنهي ترددها إزاء الوقوف بجانب إيران بدعم العملية التي تقودها الحكومة العراقية والميليشيات الشيعية. السعودية تقود ضربات ضد المتمردين في اليمن، ضربات جوية للتحالف المكون من 10 دول، واليمن يدخل حربا أهلية بعد شهور من الاضطرابات. ومن صحيفة الجارديان البريطانية نقرأ: المفاوضات النووية مع إيران ليست قرب النهاية رغم اقتراب الموعد النهائي للاتفاق. مسؤول أوروبي بارز يكشف للصحيفة عن أن الأسبوع الجاري سيشهد اتفاقا أوليا مع إيران، لكن أي اتفاق نهائي لن يكون ممكنا إلا بعد إنجاز بعض التفاصيل الفنية بعد 3 شهور. انهيار الأوضاع في اليمن ألقى بظلاله على مقالات الرأي بالصحف العالمية، ومنها صحيفة الاندبندنت التي تساءلت: هل تتحول معركة عدن إلى حرب دولية جديدة؟ وتجيب الصحيفة في هذا المقال:
قائلة: بعد سيطرة الحوثيين على قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة عدن تصاعدت نظر الحرب الأهلية، وتتشكل الآن التحالفات وخطوط المواجهة وأطراف الصراع، وهو أمر صعب التصديق. الحوثيون يتمتعون بتواجد عسكري مكثف بشمال اليمن، لكنهم الآن أكثر ضعفا بسبب هذا الانتشار، ويواجهون معارضة قوية من جميع القبائل السنية. لكن هناك طرفا آخر في الصراع هو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المستقر في الجنوب، والصورة في اليمن تزداد غموضا بظهور فرع إقليمي آخر لداعش، كلاهما على خلاف مع بقية الأطراف في الصراع. ومقابل كل ذلك تواجه دول الخليج خيارا صعبا في مواجهة إيران. ونظرة على أبرز الرسوم الكاريكاتيرية في صحف اليوم. ختام الجولة، إلى اللقاء على رأس الساعة في موجز الأنباء. شكرا.